ولكن تفهم أيضا المشكلة الأساسية. يعني ضمن البيان قال المجلس بأنه أيضا يتفق مع السيد مقتدى الصدر بخصوص تشخيص أيضا سلبية الواقع السياسي في العراق، وأيضا مسألة يعني المخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وتشكيل حكومة ضمن أيضا المدة الدستورية. تفهم من قبل القضاء العراقي، وأيضا يتحدث بأنه لست أنا من أحدد أو قرر حل مجلس النواب. كما ذكرت ربما المحكمة أيضا كما ذكرت الاتحادية هي المخصصة في ذلك، ولكن في غياب يعني تحديد المشكلة، أو كما في هذا البيان لم يحدد إلى أين الذهاب، يعني الآن هل هناك مشكلة بالنسبة للتيار الصدري بأنه لا يفهم يعني طريقة إدارة البلاد قانونيا؟ هل يمكن تسمية الوضع، هل يمكن وصف الأمر بهذا الشكل سيد ميزان؟ يعني هو ما يعني هو المهم أخلى مسؤوليته من هذا الأمر. قال أنا لست معنيا وليس لي دس. أما بقى من الكلام فهو مجاملة وكلام ليس له معنى، مجرد إنشاء. نحن نتفهم، نحن كذا، هناك وجود. طيب طالما هناك خروقات دستورية، إذا لماذا وجود المحكمة الاتحادية باعتبارها المحكمة الدستورية؟ أليس من واجب المحكمة الاتحادية أن ترد كل ما يمس الدستور أو يخرق الدستور؟ يعني عموما، لكن الآن السبب أنه هذا الرد، لو ملاحظ الرد يعني اليوم البارحة يلا صار الرد مع القضاء الأعلى، بعد أن بدأ الإطار يتقول شيئا وشيئا، بعد أن بدأ يتراجع الصدر عندما أخرج المعتصمين من البرلمان إلى الحديقة، وعندما ذهب إلى ساحة الاحتفالات للصلاة والرجوع إلى البيوت، رأى الإطار بأن القضية بدأ يضعف، بدأ أنه لا توجد خطوات للصدر تصعيدية، أنه سيبقى الوضع على هذه الخطوة.